واش لافافا، السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا في فيديو جديد. نتمنىكم تكونوا كاملين بخير على خير ان شاء الله. الا كنت انت ولا انت اول مره كتفرج فيا، ما تنساش تعدل شي ابوني وشي لايك وشي كومونتير يكون زوين، ولا جات على خاطرك وتحياتي لكم الخوت. المهم اليوم جيت نعاودكم واحد القصه ديالي الخوت، كيفاش دخلتني الحبس في اسبانيا اخوتي، وهذا الشيء هذايا اثر عليا في اسبانيا وجزاد وسخني باش خوت اسبانيا وجيت بحالي من بلجيكا الخوت. المهم اليوم نعاودكم هاد القصة هادية، ما نطولش عليكم في فيديو، غادي نعاودكم قصة دغيا دغيا اخوتي، وغادي تفهموا مزيان اخوتي، والله لا يجعل شي مسلم يدخل للحبس اخوتي. ومهاجرين بلا ورق اخوتي لاسبانيا، حذاري اخوتي، ما تمشيوش تسرقوا، ما تمشيوش توسخوا راسكم باش ربي يسهل عليكم في الوريقات الخوت، وتا ديك اسبانيا هاديك تعاونكم في الوراق. المهم اخوتي، كنت باقي صغير اخوت ما نكذبش عليكم، كنت بارسيلونا، كنت مع 10 دراري، المهم كنت مع 10 دراري ديالنا، مع 10 واحد طنجاوي، كنت مع 10 واحد فاسي، كنت مع 10 بزاف دراري. المهم الخوت جات واحد السيمانه الخوت، شنو نقول لكم، الشاب رايان كان غادي يجي بيا اولمبيكا، شكون اللي كيعرف بيا اولمبيكا؟ المهم الناس بارسيلونا كيعرفوها. المهم واحد الديسكوتيكا كيقولوا لها الخايمه، دابا واقيلا زولوها الله اعلم. المهم الخوت الشاب راين كان غادي يجي تمايا، كان غادي يغني، المهم يدوز السهره تمايا. المهم انا ما عنديش فلوس، وصاحبي الطنجاوي ما عندوش فلوس، والدراري الاخرين عندهم فلوس، غادي يمشيو قصروا تمايا. المهم انا وصاحبي الطنجاوي، قال لي كيفاش شني فيها، قلت له والله ما نعرف الخاوه، قلت له فيها والو، قال لي يلا خاوه نضربوا شي دوره، نمشيو نعملوا نضربوا شي همزه ولا شي حاجه. المهم جيت انا ما كنقولش لا، حتى انا كنت صغير كنت حماقه الخوت والله، قلت له يلا صافي. مشينا الخوت، مشينا ضربنا واحد الدوره الخوت، ما نكذبش عليكم، ضربنا واحد الدويره، مشينا لواحد البارك، عينا ما كندورو ندورو ندورو، طحنا في واحد البارك كبير، ديك البارك كبير ما فيهش بزاف ديال الناس، الناس قلالين، سمحوا لي الخوت. المهم جبرنا واحد جوج كوار اخوتي، جوج سبانيول، المهم العمر ديالهم بين 17 و 18 هدايا، وقفنا عليهم الخوت، ديك الشغل بحال المغرب، داك الشغل بحال المغرب الخوت، والله ما نكذب عليكم، اقسم بالله الله يعميني اخوتي كنت كنكذب عليكم اخوتي، اقسم بالله. المهم قلت لهم كيفاش، قال لي قلت له كيفاش، قال لي يلا هادوك، قلت له يلا زيد، وقفنا عليهم، اجنتينا جبد لي عندك، بدينا كنهدو عليهم، جاو هما مساكن تكيمنوا، جبدوا لنا التليفونات، جبدوا لنا الكارتيرا ديالهم، ما فيهم والو الكارتيرا، دينا جوج التليفونات. عملها صاحبي الطنكي جبر له السنسله، قال له قلع ديك السنسله، أرجنتينا قلع ديك السنسله، قلع لهم السنسله ديال الذهب صافي. جا داك صاحبي قال لي يلاه جاب الهمزه، الهمزه واعره هادي غادي ندوزو بها، فهمتي، المهم غادي نمشيو نبيعوها وصافي، يلاه نمشيو بحالنا للدار دابا نتخبعو. قلت له صافي صافي الخوت، مشينا شبرنا الترن، شبرنا الترن اخوتي، مشينا مدينة، المهم السنتر دو بارسيلونا، مشينا لكاتالونيا. المهم الخوت حنا مشينا عملنا هادشي هذا، عملنا في واحد بويبلو فهمتي، ما عملناش في برشلونه، مشينا لبرشلونة الخوت هي هذيك، وصلنا لرملة كاتالونيا، رملة كاتالونيا نزلنا الخوت من الترن صافي، طلعنا اخوتي خرجنا من لاكار صافي الخوت، لقينا هوادين في رملة كاتالونيا، هوادين وقفوا علينا ديك موسوس كوادا، ديك موالي الطرابش الخوت، ما نكذبش عليكم عندهم الطرابش بحال عسكر، وقفوا علينا كونترول ديال الورق فهمتي، المهم كونترول يوقف علينا هيدا وصافي. المهم وقف علينا الخوت، انا كان عندي شد الورق الخوتي، كانوا عندي الورق، كانوا باقي ما تلاوليش الورق د عامي، سمعتوني الخوت الورق د عامي ما نكذبش عليكم صافي. بداو كيفتشونا فتشونا، جبدوا لي التليفون، فتشو صاحبي جبرو عنده ديك السنسلات، جبرو عنده ديك التليفون، قالوا له مين جبتيهم، صاحبي بدا كيتفتف، واه مين جبتيهم مين جبتيهم، بدا كيشوف التليفون ماشي ديالنا، التصاور ماشي ديالنا، قالوا لنا سرقتوهم. جيت انا قلت له شوف، قلت له ماشي هو اللي سرق، قلت لهم انا اللي سرق، شوف اخوتي كيفاش بريت صاحبي، كان شي واحد اخر خدو حتى هو الداه معاه، اقسم بالله علي العظيم، صاحبي مسكين ما كانش عنده الورق، انا كان عندي الورق، كلشي لصقتو فيا وبريت صاحبي بريتو. المهم قلت لهم هذاك الشيء هذاك ديالي، هو ايه هزو يشري مني صافي. المهم زودت له داك الشيء هذاك، انا شبرتهم في يدي صافي، عطيتهم المخزن شبرهم طن طن طن، قطنوني طلعوني، قالوا له هو تينا، قالوا له سير بحالك صافي الخوت. دخلوني يلا دخلوني في الفرغونيطه ديالهم، دوك فتشوا التليفون هذا، جبروا بابا، جبروا في التليفون مكتوبه بابا، مكتوبه بابي، جاو هما شبروا ديك النمره عيطوا الو الو، واش بنك واش تسرق ولا شي حاجه سقساوه، قال جاوا قال لهم حقا بني تسرق، وهذا هو وصاحبو سرقوه جوج د المغرب، جاوا ما سمعوش د المغاربه، بداو كياكلوا جناب، وما الخوت بداو كياكلوا جناب، وجاو عندي كلفوني الخوت
كيضربوني الطروشو هذا. قالوا لي علاش بريتي صاحبك؟ علاش بريته؟ سمعتوني الخوت صافي. انا بقيت صافي قد دار الطوج بطما نقول للخوت ما نكذبش عليك باش بطما نقول قد ساكت هدايا صافي. داوني الكوميساري قالت لنا تشوف، قالت لنا طلعنا الحبس. سمع هاي صافي نيشا قالت لنا طلعنا الحبس صافي. داوني الكوميساري الخوت، داوني الكوميساري بيتوني تما في الكوميساري، بيتوني في الكوميساري الخوت. بقيت تما بايت في الكوميساري يومين، مور يومين داوني اخوتي للمحكمه، داوني المحكمة طلعوني صافي. هي شافت فيا الخوت حق الله اللي فوق مني الخوت ما نكذب عليكم، هي شافت فيا عامله روحها مناظر واحد بالتلحظ عملت فيا ها. قالت لي صافي انا عارف شكون انت، هيدا نيشا قالت لي انا عارف شكون انت. قالت لي مهزوه صافي طلعوني للحبس صافي. طلعوني للحبس الخوت ما انا ما عارف والو صافي. طلعوني للحبس دخلوني للحبس ما محكوم ما والو، كنتسنى الحكم ديالي في الحبس صافي. طلعت وديك الحبس هذاك كيقولوا له كواترو كامينوس، سمعتوني كواترو كامينوس هي بالعربيه هي اربع د الطرقان، عنده اربع د الطرقان كواترو كامينوس. المهم الخوت كاين اللي كيعرفوا، الناس اللي عايشين بارسلونا كيعرفوا اخوتي شنو هو كواترو كامينوس. المهم الخوت صافي دخلت للحاج طنطان كجبر سني كجبر كجبر دريت الحومه وكجبر. المهم طنجاواب، المهم خلطه توانسه مغاربه كاملين جزائريه العالم مجموع تما الخوت ما نكذبش عليكم. المهم الخوت بقيت تما في الحبس. المهم الشهر الاولاني داز عليا كحاله اخوتي والله العظيم ما كان نعس ما كان نطق واش كنقول واش كنحلم وانا في انا ثم عاد كنت صغير ماشي وجي وجي مشي للحبس فهمتي الخوت. راه الحماقيه والظروف الله يحفظ الله يستر اخوتي الحمد لله دابا انا عملت عقلي فهمتي الخوت الظروف وهذاك. المهم الخوت الشهر الاول داز عليا كحال، الشهر الثاني كحال، الشهر الثالث كحال صافي اخوتي. وشهر الرابع الخوت دارت تما 4 شهور جوج سيمانات دارت الحبس 4 شهور جوج سيمانات. المهم دارت 4 شهور صافي خرجت لي من المحكمه خصني نمشي للمحكمه الخوت. مشيت للمحكمه لعندهم تمايا من المحكمه، مشيت لعندهم مشيت لعندهم صافي. بديت كنتسنى من المحكمه انا نتاحت باقي مشادين عليا نتاحت باقي ما طلعتش عند عند باقي ما طلعتش فوق باش يحكموا عليا. هودني عندي محامي ديالي، المحامي ديالي هودني عندي واحد شاعر الله يعمره سلعه الخوت اقسم بالله بعمره سلعه. جا عندي قال لي جاج قال لي عنده خبر زوين لك. قلت له شنو الخبر هذا؟ قال لي شوف قال لي نتفاهمت معاهم قال لي لانكارتي غادي يشحطوك بالحبس قال لي ولكن الا اعترفتي وقلتي الحقيقه غادي يسهلوا عليك وغادي يرخيو لك. قال لي والله يرخيو لك. قلت له باش عارف انت يرخيو؟ قال لي والله قال انا تفاهمت معاهم يرخيو لك صافي صافي. قلت له صافي قلت لهم اللي بغيتي يعني عدله. قلت له اعترف صافي. طلعت عندهم تما فوقي طلعت عندهم وقفت بونجور اولا اولا سلام سلام هادي انت انت عملتي هادي عملتي هادي عملتي هادي عملتي هادي. قلت لهم اها انا عملت هادشي هذا انا عملت هادشي هذا انا غلط اي واحد كيغلط وهادي صافي. المهم قلت لهم هادي اول نوبه واخر نوبه ما زيدش نعاود. قالوا لي صافي صافي جبدوا لي شد الوراق سني هنا سني هنا. قالوا لي صافي نعطيوك عامين ونهار ديال الحبس نحكموا عليك عامين ونهار ديال الحبس ولكن ما ضرباشي في الحبس غادي تخرج من الزنقه ولكن الا عملتي شي مشكل اخر غادي تدخلني للحبس غادي تضرب ديك عامين ونهار وعاد نزيدو نحكموا عليك يزيدو يحكموا عليا ديك المنتف اللي عملت عاونت الثاني. المهم المهم يا هذيك الخوت سنيت 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 صافي صافي. قالوا له صافي رجعوني للحبس. جيت انا عملت فيهم ها قلت له خويا خرج من الحبس. قالت لي تسنى تجيك الورقه ديال ليبرتي فهمت الورقه ديال ليبرتي تدخل للحبس وتسنى ديك الورقه تجيك. الا جاتك ديك الورقه غادي تخرج صافي. دخلت موسوس ما نكذبش عليكم دخلت يا دخلت للحبس وعندي الدراري في الحبس شنو عملنا معاك شنو. قلت لهم حكموني عامين عامين ونهار. قالوا لي عامين ونهار فيها الحبس الله صافي مخلع شنو نعمل شنو نعمل. قالوا لي خاي صافي فيها الحبس لا حكموا عليك عامين قال نهار ما فيها شي الحبس صافي. الناس وسوسوني وهادي طان دارت السيمانة الأولى السيمانة الثانية هي المهم 14 سيمانة دارت 14 جوج سيمانات كنسمع الاسم ديالي. المهم إلا عيطولك في العشية كتخرج ليبرتاد إلا عيطولك في الصباح كضرب الحبس. أنا ما عيطوليش في الصباح أنا عيطولي في العشية عيطولي في العشية قالوا لي فلان فلاني ليبرتاد سمعت فلان فلاني ليبرتاد جا عندي دري قال لي صافي تينا خارج أخاوة ما عيطولك. مشيت لعندهم جا عندي طنطا قال لي سنين هاي سنين هاي كتب لي لادريسه كتبت له لادريسه فين كنسكن هادي وهادي سنيت له تما ديك الورقه صافي. ملي سنيت ديك الورقه قال لي صافي تنا ليبرتاد باش يجمع حوايجك باش تخرج صافي. دخلت قلت لهم الدراري ليبرتاد صافي. طلعت فحالي لبست عليا هي واحد اللبسه هيدا دغيا دغيا والحوايج اللي كان عندي عطيتهم لصاحبي وعطيتهم للناس قلت لهم انا اخوتي اللي بغا يدي شي حاجه يديها فهمتي صافي. خرجت صافي
مشيت ندوس دوس البلاصه في اول نوبه فين دخلت في زولوا لي الحوايج ديالي والتليفون وهذاك صافي رجعوا لي رزقي، عطوني رزقي، عطوني فلوس ديالي، عطوني اي حاجه ديالي اللي كانوا زولوها لي، عطوني واحد، عطوني كارطه الوراق كانت بقى لها والو تساله. المهم كان عندي الورقه الخوت، ولكن تا نقول لكم السك دار رجوع الخدمه باش تبدل تما، يتبدل الورق عام ودعامين، داكشي الا ما كانتش عندك كونتراتو. المهم بزاف ديال الحاجه، المهم الورق اسبانيا فيهم التبرزيط ديال الراس الخوت، ماشي بحال الورق ديال بلجيكا الخوت، ما نكذبش عليكم. المهم صافي خرجت بحالي الخوت، مشيت اخوتي شبر الطوبيس، الطوبيس شبر التران، والله العظيم مدهشر الخوت، اقسم بالله مدهشر، ما عارف والو والعالم، والله العظيم مشيت عند واحد صاحبي مشيت عنده بوبري طوط عنده دوشت هادي تاني الحويجات هادي. صافي خرجنا واحد الباسي، مشينا حدا البحر وهادي الديسكوتيك، ما نكذبش عليك بنادم ناشطون وانا مريحي بوحدي تيهدر بحال شي حماق، سمعتني الخوت بحال شي حماق، لان خارج من الحاس ما عارف والو الخوت، والله ما عارف شي حاجه، مدهشر. البارح كنت واحد بويته مجدود عليا، اليوم خاوني فهمتي. المهم الخوت هنايا كيتسالف فيديو الخوت، والله العظيم ما كنزيدش نطول عليكم، هنايا كيتسالف فيديو. المهم لا فامي، الى عجبكم الفيديو لا تنساوش تعملوا معنا بارطاجيو مع الصحاب ديالكم، وابوني واللايك وكومونتير اخوتي. المهم الحمد لله ربي رزقني بالعقل وبعت من مشاكل، كنت شي كنعمل مشاكل الحمد لله يا ربي، وربي رزقني بهاد الكوريه هادي، هاد بنت الناس عاونتني وعملت لي الوراق، والوليدات الحمد لله حتى هما عملوا لي العقل. ونصيحه لخوتي، اخوتي الله يرحمكم الوالدين، ما تبقاوش تجبدوا مشاكل في اوروبا، ما تسرقوش باش ربي يسهل عليكم. وتحياتي لكم اخوتي، وبارطاجيو اخوتي هذا الفيديو الى عجبكم اخوتي، وتحياتي لكم، وهنا كيتسالى فيديو.